موسم حج مرضي إجمالاً رغم بعض النقائص والظروف الخاصة التي حفت بالموسم سيما حادثتي ميناء والحرم المكي. كان التقييم العام الذي أجمع عليه العديد من الحاضرين في اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة الذي التأم اليوم لتقييم الموسم المنقذ والإعدادي لموسم العمرة. موسم حج تخللته حادثتي التدافع في ميناء وسقوط الرافعة في الحرم المكي يوضع اليوم للتقييم ونظر في سبل تلافي النقائص، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة. الموسم إجمالا تعدى معناها موسم طيب، معناها مش معناها ممتاز ولا متميز، المهم به صار معناها بالنسبة لحجيجنا، لكن فما بعض الخلالات سلبيات كانت متعلقة أساسا ب يعني طول مدة إقامة الحجيج بالبقاع المقدسة. المخيمات في عرفة كانت غير مكيفة ويعني في وضعية قديمة بعض الشيء. مستوى السكن بالنسبة لمكة المكرمة نال رضا تقريبا كل جل الحجاج كيف في المدينة المنورة، ما عدا بعض الوحدات اللي لقات شوية مشاكل معناها صغيرة. الحاجة اللي ناقصة في موسم الحج هو الحملة التحسيس والوعي اللي احنا باش نعملوا به، هو أكثر مراقبة للعيادات ما قبل الحج، أكثر آليات باش نخليه اللي ما ينجم يمشي للحج كان القادر. أما عن أهم ملامح الإجراءات التي تعتزم اللجنة اتخاذها في الموسم القادم فتتعلق أساسا بالتبكير في التعاقدات سيما فيما يخص السكن وفي العمليات المتعلقة بالحج، كما سيتم اقتراح التعاقد على مخيمات مكيفة وبأوضاع أفضل مع إشارة إلى توقع ارتفاع كلفة الحج للموسم القادم. وعلى هامش الاجتماع قال رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأصفار الذي أكد على ضرورة تشريك الجامعة في تقييم موسم الحج، إن من حق وكالة الأصفار تنظيم جزء من موسم الحج. بالنسبة للحج يلزم نسيبه كتال للخواص، وكالة الأصفار من حقها تنظم بارتي من الحج باستعانة السلطات السعودية وبتنظيم محكم كنترول محكم من عند وزارة الشؤون الدينية على المسألة هذه، نجم ندخلوا في هذا من الاقتراحات اللي عندنا. الحج هو تنظم الدولة واحنا ضد الحج الموازي، واحنا فما اجراءات حتى يعني بشيقة اتخاذها مع الوكالات اللي نظمت الحج الموازي. كما تطرق اجتماع اللجنة الى الاستعدادات لموسم العمرة هذه السنة والنظر في نظامها. يعقد